ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. رسمة جديدة النهاردة هنتعلم نرسم مع بعض كيك على شكل سبونج بوب. يلا هاتوا الورقة والألوان وتعالوا طبقوا معايا خطوات الفيديو عشان يطلع معاكم نفس النتيجة ان شاء الله. اول حاجة هعملها الكيك، فهعمل خط بالشكل ده كده، خط من فوق كده بسيط، وكمان هنزل بيه لتحت كده عشان يكون شكل الكيك. حابة افكركم لو اول مرة تشوفوا القناة اتمنى تشتركوا فيها، وما تنسوش اللايك الحلو تحت على الفيديو، بيشجعني ويفرق معايا ويخليني دايما انزل لكم فيديوهات جديدة. كمان اللي بيحب سبونج بوب يحط لي تحت لايك، وما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وتقولوا لي هناك ايه اللي حابين ارسمه لكم بالتفصيل خطوة خطوة عشان اصوره لكم وانزله لكم ان شاء الله. هنا بعد كده هبدأ اكمل العين بالشكل ده، بعدين اعمل الدايرة الخارجية بتاعت العين كده كده. سيبكوا مع باقي الفيديو اتفرجوا عليه للاخر، وما تنسوش لو عجبكم تحطولي تحت لايك، وباي باي.